لا نريد أن نواجه هذا التكامل، لا نريد أن نحدد على نقاط محددة، ولا نريد أيضا أن نخفل الأجيال القادمة ومن تعرضوا للاعتداء. فقط فكروا فيما حدث لمن تضرروا من حرائق الغابات في أستراليا. نحن في هذا المنتدى لنواجه جميع التحديات العظيمة والتي لا يمكن أن تواجهها دولة واحدة أو مؤسسة واحدة أو قانون واحد. نحتاج منصة دولية للقيام بعمل تعاوني، وعلى مدى 50 عاما الماضية كان المنتدى الاقتصادي العالمي منصة شاملة للتعاون الدولي وتدعيم التعاون الاستراتيجي والاتفاقات في ظل الأمم المتحدة. وأحد المبادرات التي سنفتتحها هذا الأسبوع هو منصة استراتيجية ستسمح لجميع الأفراد وأصحاب جميع الأفكار والخبرات والموارد أن يشتركوا تحت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ثانيا، نحن نريد هنا أن نستمع إلى الشباب والأصوات المختلفة، وهذه هي الوسيلة لاحترام الأصوات المختلفة وأن نبحث عن الحلول، ليس فقط للاستقطاب ولكن لإحداث تغيير وإيجاد وسائل للحوار والتفاهم. كل صوت سيسمع هنا في هذه القاعة يجب احترامه. ثالثاً وأهم نقطة هو أننا سوف نقوم بعملنا. جميع الأنشطة التي تحدث هنا تم إعدادها من خلال مجموعات عمل منذ فترة لتحقيق تقدم ملموس، واسمحوا لي أن أعطيكم بعض الأمثلة. نحن نعمل لتحقيق مجتمع أكثر اتساقاً واستدامة يسمح لكل فرد أن يكون لديه عمل ودخل كريم. وهناك منصة للقطاع الخاص لتوظيف 1 مليار شخص ومنحهم الخبرات اللازمة للثورة الصناعية الجديدة. وفيما يتعلق بالاستدامة فإننا نحاول الاستثمار وتعميم وتحقيق الكثير من المواءمات وإشراك العديد من الشركاء لكي يكونوا فاعلين. وأخيرا، فبالإضافة للالتزام نحو تقديم العمل الخاص بنا، فإن إصلاح النظام البيئي لديه أولوية كبيرة بالنسبة لنا، وذلك من خلال المنصات التي سننشئها. والهدف هو أن إصلاح وتدعيم وزراعة 1 تريليون شجرة. ويسعدني أن أرى الكثير من الحكومات والشركات مهتمة بالمشاركة، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والأمراء من السعودية الذين سوف يرعون هذه المبادرة. هذه هي المبادرات التي ستنطلق من خلال هذا الاحتفال الخاص بنا هذا العام. من فضلكم اشتركوا فيها السادة المشاركون. عندما ننظر حولنا فإننا لا يمكن أن ننكر أن هناك نوع من فقدان الثقة بين الناس، و هذا يثير الكثير من التشاؤم، ولكننا لا يمكن أن تسيطر علينا هذه المشاعر. على العكس، هذه المشاعر يجب أن تدفعنا للعمل. التغير لا يأتي بمفرده،
نحن كأصحاب مصالح دوليين لدينا مسؤولية لتحويل العالم نحو اتجاه إيجابي، ويجب أن نبدأ وعلى كل فرد مننا نخلق عالما أفضل لقادة الأعمال وقادة الحكومات والشباب وأصحاب العقول والمثقفين. لا يمكن أن نخلق عالم، ولكن يجب أن نخلق عالم جديد وأفضل. وهذا التحول في القوى إذا ما اتفقنا وجمعنا النوايا الحسنة، فإننا يمكن أن نقول للأجيال القادمة أنكم يمكن أن تعتمدوا علينا. السيدات والسادة، لدي يسعدني الآن أن أقدم سيمونيتا سوماروكا، رئيسة الاتحاد والمجلس الاتحادي للبيئة والنقل والاتصالات. سيدتي الرئيسة، هذه هي المرة الثانية التي تتواجدين بها هنا، ويسعدني أن أرحب بك كمتحدثة أولى في هذا الحدث. نحن هنا في المجلس الاتحادي منذ 10 سنوات، ونؤكد على أهمية العلاقات الشخصية، ولهذا فإننا نعبر عن أننا سوف نلتقي مع إناس من جميع مناحي الحياة وأوجه مختلفة، ونتحدث عن الأفكار والآمال والأحلام التي نشترك فيها جميعا، وسنناقش قضية الطبيعة والبيئة، وهي قضايا أساسية سوف تحدد وتعتبر